كما كتشوفوا معنا واد أورير هو هذا حاليا السيول مستمره السرعه ديالو. شوف تبارك الله تبارك الله واد أورير اذا كيتزاد اخوتي يقدر دابا بعض اللحظات بعد ساعه ساعتين غادي يتزاد هذا الواد يقدر يوصل هنا ملي غيلقى واحد الدعم كبير غادي يوصل هذه البلاصه. ها كما كتشوفوا واد أورير شوفوا الجره شوفوا شوفوا تبارك الله واد أورير فيضان قبل قليل قبل قليل وصل هذا الواد. كما كتشوفوا معنا اخوتي واد ديال أورير يبان لكم واعر تبارك الله تبارك الله سيول فيضان قبل قليل في أورير. هذا المكان هو فاش كتواجد أورير وعندكم هذا الواد من هذا الاتجاه ومن هذاك الاتجاه فاش كيجيب الفيضان بواحد السرعه خياليه. المهم غادي نحاولوا نشارك معكم كل شيء اللي عليكم هو تستمروا معنا وتكتشفوا المزيد في هذا الواد وهذه قنطره ديال أورير. أمطار غزيره في كل مكان شوف تبارك الله. ايوا نخليكم تمتعوا في هذا الواد اللي رائع شوف تبارك الله. اوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اوه شوف اخوتي الواد شوف شوف الواد كيفاش داير. واو اخوتي شحال زوين منظر خيالي منظر رائع جدا شوف يا سلام يا سلام. كما قلنا اخوتي هاد الواد كيدي الفيضان للبحر هاد السيول اللي كتشوفوا معنا البحر كاين في هاد الاتجاه فاش كاين كيمشي نيشان زيد 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 حتى كيوصل للبحر. ها كيخوي داكشي في البحر اذا وباقي غادي يتزاد هاد الواد باقي غادي يفاجئكم بعد ساعه ساعتين غادي يتزاد بزاف. ها شوف اخوتي شوف شوف تبارك الله شوف 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 اخوتي يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الواد واد أورير واد ماشي سهل. بعض الناس كيجيو يتصوروا مع الواد حذاري ثم حذاري ردوا بالكم اخوتي من الواد حيت الواد ماشي سهل وما معاه اللعب حذاري ثم حذاري. العقل السليم في الجسم السليم حيت هاد الشيء ديال الواد خيال. كنشوف بعض الناس هازين التليفونات ديالهم كيصوروا مع الواد كاين اللي كيضحك كاين اللي فرحان به. ها كل واحد شنو كيدير. المهم نتمنى الاعجاب ديالكم نتمنى البارطاج ديالكم. هذا هو واد أورير كما كتشوفوه شوف تبارك الله. المهم حاولنا طلعنا القنطره باش نصوروا لكم من الفوق باش يعجبكم كما بغيتو نتوما. حنا دائما المجهود ديالنا راه كنديروه. وحذاري ثم حذاري حيت الواد يقدر يدوخك يقدر يتعطر فيك يقدر يسبب لك بعض المشاكل. حذاري ما بقاش تشوفو فيه مزيان ما تركزوش عليه حيت بعض المرات تيدوخ يقدر يدوخ ويصيدك. حيت الواد ما معاش اللعب هو خطير الواد كيبقى واد بلاصتو هي هادي وقت اللي جا كيلقى بلاصتو. شوف تبارك الله تبارك الله تبارك الله يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الواد أورير. امطار غزيره وهذا الاتجاه اخوتي فيه تمرخت هذه هي تمرخت وهنا أورير البنان من هذا الاتجاه. واش غادي نقول لكم المهم هادشي زوين بزاف وغادي نحاولوا نشاركوا معكم كلشي خاص بهذا الواد. شوف تبارك الله
ما يسكر الرحمن. ايوا كما قلنا خوتي السيور كيتزاد، فيضان كيتزاد، امطار غزيره كتزاد. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير. غادي نمشي نصور لكم هذا الاتجاه. اذا هذا الواد ماشي سهل، واد صعيب تماما، واد اورير. هو باش نشرح لكم، هل الواد سوس؟ لا، كاين الفرق. هذا الواد زوين، هذا واضح تماما. اما واد سوس فيه الشجار، فيه بزاف، يجيب الفيضان بحال هكا، اكثر من هكا، عاد كيدير خدمته، عاد كيولي هذاك الديكور اللي بغينا حنا. حنا باغيين السيول. هو غادي نحاولوا نشاركوا معكم اتجاه هنا ان شاء الله. ايوا طريق جسوره هي هذه. شاف بزاف من واحد التيتيزه تما، وكان غادي يمشي هذيك البلاصه فاش كاينه وهي تمشي. ما عندنا الزهر، الزهر وريلي. ايوا اكلي الزراق مشكات بزافنا، يرايسا واش تفرو ختان، ولكن تزراتو كان ارتفتو. يا تصور غير راه تصور وردر غير لي الزهر. ايوا اكلي تزرا ماشي في هو ورير الثانية الطريقة. سبحان الله. ايوا مرادا ونزل نغسل اسيف يفولكي، رديت تاو الفيضان، رغيت تصور رمد، انا رتني تعشاب وسيف باك اللي تزرى ماسيف نسوس، عفوا ماشي اسيف نسوس، اسيف هو ورير. تبارك الله يشكا زعما سفلاينا غدي يشكا. الجبلان كلها ديت كواسيفات. هاتي تزيد 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 ارغي زرام. تبارك الله سكوتي غادي قاسي في السكوتي. غير اللي دير تزرى ما يتما اسيف نسوس، عفوا اسيف وورير، اسيف وورير لكم كاع ملي كدير لكم. ايوا الزريغ ديال العاصفه راه عاديه. ايوا نوش كدا غدا غنصور اسيفات غير اللي ترام كوني باش تسمي ان سكرين المجهود. وكا لان بزاف يساف في نغوت كان غات نصور حتى نتني الوقت اللي تلكم الوقت نسي. ايوا الفيضان تنايا اسيف نسوس، عفوا اسيف هو ورير الثنايات. اكلي تزرى من الخير هذا رديت زايد، رديت زايد واسيف وكا امزرتي راسولي. ايوا كما شفتوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، حاولنا باش نصوروا لكم هذا الواد من الفوق وفي التحت. جينا حدا الواد تماما حيت قبيله كنت غادي نزلق. ايوا الواد كيتزاد، ونتمنى امطار غزيره تكون من جديد، وان شاء الله غادي نشارك معكم المزيد ديال السيول وديال الفيضان. اللي عليكم هو تشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ساعدونا الاخوان باش نوصلوا 400 كا، باغيين نوصلوا 400 كا. كلشي بارطاجي، كلشي دير ابوني، وغادي نوصلوا 400 كا، وعلاش لا نوصلوا نص مليون مشترك ان شاء الله. تحياتي لكم اخوتي، الموعد ديالنا فيديو جديد ديال الفيضان ربما تغازوت. هلاو.